كان قبل يعني في بدايه الشوط الثاني ونهايه المباراه كابتن كريم. ايه اللي حصل؟ الشوط الثاني طبعا الاهلي بتاع نادي الزمالك كان مانع دخول اي حد من غير ال 25 المسموح بيهم من جماهير من اعضاء المقاصه وجماهيرها اعضاء نادي الزمالك من اتحاد الكره. بعد يعني بعد جاي تبع الصوت اتقطع، هنحاول نرجع تاني. عايز اقول لكم ان فريق بازل متقدم على ليفربول 1-0 عن طريق هدف لالكسندر فرين. انتوا عارفين دلوقتي لقاءات الجوله السادسه في دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا شغاله، واحنا دلوقتي ما بين الشوطين، وبازل السويسري عامل مفاجاه متقدم على ليفربول 1-0 في استاد ليفربول في انجلترا. لو قدر بازل يحافظ على فوزه او حتى لو بازل قدر يتعادل هيصعد الى دور ال 16 في بطوله اوروبا. لازم ليفربول يكسب عشان يصعد، لكن مفاجأة طبعا تقدم بازل على ليفربول 1-0 بمشاركة محمد النني وأحمد حمودي على دكة البدلاء. نرجع تاني لعبد الحكيم علي، اتفضل يا عبد الحكيم. بقول لك يا كابتن كريم، فطبعا الأمن بتاع الزمالك منع اصطحاب لاعبي المقاصة البدلاء اللي خارج ال 18 لزملائهم. بعد محاولات يعني تم السماح لهم بحضور المباراة. بعد هدف باسم مورس، طبعا ده حصل كان شد وجذب في اول مره، ثاني مره بعد احراز باسم مورس الهدف الثالث ليه، طبعا قامت جماهير الزمالك تحتفل بالفوز، فوجئوا باحد القاعدين بيعترض على الفرحه، فدخلوا معاه في نقاش، ودخل شريف منير معاه في نقاش، فقال لهم انا مراقب المباراه. فطبعا كلمه مراقب المباراه يعني خلى انفعال جماهير الزمالك او ال 25 واحد او ال 30 واحد اللي كانوا قاعدين من جماهير الزمالك على مراقب المباراه، اللي ازاي هو اولا قاعد في مقصورة في المقصورة بينهم، ثانيا ازاي بيعترض على فرحتهم بالهدف، ودخلوا في شد وجذب معاه، ولكن تم احتواء الامر وتم استكمال المباراة. بعد نهاية المباراة وايمن عبد العزيز خارج من الملعب، احد اعضاء جماهير الزمالك برضه قال له اللي انت يعني ازاي بتحط جول في نادي الزمالك وهاجمه بشدة. الكلام ما عجبش الاحتياطي بتاع المقص او الاثنين لعيبه او الاربع لعيبه اللي كانوا خارج ال 18، كانوا هيخشوا معاه في مشده عنيفه لولا تدخل احمد مرضوله منصور وهاني زاده اعضاء مجلس اداره الزمالك وتم احتواء الامر. تمام كده، خالد قمر وطارق حامد هيغيبوا عن الماتش اللي جاي للزمالك امام الاصيلي، عندهم ثلاث انذارات. بالفعل طارق حامد حصل على الانذار الثالث وخالد قمر في مباراه اليوم، اما احمد سمير اللي حصل على الانذار فده تاني انذار ليه، وهيحق ليه يلعب في مباراه الاسيوطي. تاني حاجه النهارده في مباراه اليوم، رئيس نادي الزمالك كان اصدر تعليمات للجهاز الفني بعدم حضور المؤتمر الصحفي، وقال انا ملزم او متكلف بدفع الغرامه 15000 جنيه، ولكن ما فيش اي تعامل مع وسائل الاعلام ايا كانت مسموعه او مقروءه او مرئيه، وبالتالي رفض الخواجه باتشيكو حضور المؤتمر الصحفي، وحضر المؤتمر الصحفي ايهاب جلال ومراقب المباراه، ولكن نظرا لاهتمام الصحفيين بلاعبي الزمالك ومحاوله اجراء اي حوارات معاهم منعهم من حضور المؤتمر الصحفي، ولكن برضه لاعبي الزمالك كانوا رافضين تماما اجراء اي حوارات او حتى تصريحات لاي صحفي مهما كان للغرامات الموقعه على اللعيبه، وكان ابرزها 200000 جنيه وقوعه على باسم مرسي لاجراء احدى التصريحات التلفزيونيه. تمام، بشكرك شكرا جزيلا عبد الحكيم علي مراسلنا، وطبعا